الصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة. أستاذ أحمد، كيف هي الأوضاع الميدانية في صنعاء الآن لا سيما في أعقاب هذا القصف لمنطقة الحصبة؟ بالنسبة لصنعاء، شهدت في وقت متأخر مساء أمس اشتباكات وقصف لمنطقة الحصبة وحي صوفان وجولة كنتاكي وشارع الزبيري ومن قبل القوات الموالية للرئيس صالح، استهدفت سواء ساحة التغيير أو محيط ساحة التغيير أو منطقة الحصبة وصوفان التي تواجد فيها منازل الشيخ صادق الأحمر وإخواني. استمرت الاشتباكات حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم، تقريبا حتى الساعة السادسة كانت ما زالت تسمع أصوات اشتباكات متقطعة في منطقة الحصبة وحي صوفان وفي شارع مزدة في شمال العاصمة. تقريبا الآن الوضع يشهد هدوء نسبيا. هذا التصعيد ربما يأتي في وقت دعت اللجنة التنظيمية لتنظيم مسيرة حاشدة تتجاوز خطوط التماس وتصل من منطقة إلى منطقة شارع الزبيري ومنطقة عصر، وهي المنطقة التي تواجد فيها قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي الموالي للرئيس صالح، وهي أيضا المنطقة التي شهدت الشهر الماضي مقتل أكثر من 120 متظاهرا خلال ثلاثة أيام عندما كانت هناك مسيرات حاشدة وصلت إلى منطقة الزبيري. طبعا هناك تطورات في يعني خارج أيضا صنعاء، ماذا بخصوص الغارات في شبوة والتي قيل بأنها استهدفت أعضاء في القاعدة؟ هناك غارات في منطقة في محافظة شبوة وأبين. في محافظة شبوة بالتحديد في منطقة عزان تم استهداف مكان يوجد فيه إبراهيم البنا، وهو قيادي أو قيل أنه المسؤول الإعلامي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وقتل هو وستة آخرون معه في غارة جوية قالت القوات اليمنية أنها نفذتها، بينما هناك مصادر تقول أن الغارات نفذها طيران أمريكي. كما أيضا تم تنفيذ عمليات طيران أو قصف الطيران على منطقتين في محافظة أبين، واستهدفت أيضا نقاط أمنية أو نقاط تفتيش تابعة لتنظيم القاعدة، وأصيب فيها أو قتل عدد من أعضاء التنظيم في هذه الغارة، بينما فشلت الغارة الأخرى في تحقيق أهدافها. بالتالي نحن أمام تطورات ميدانية كبيرة جدا، حيث أيضا قام مسلحون يشتبه في أنهم تابعون تنظيم القاعدة في تفجير أحد أنابيب النفط في محافظة شبوة انتقاما قيل لمقتل القيادي أو المسؤول الإعلامي في تنظيم القاعدة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني أحمد الزرقة.